واحدة تلو الأخرى ترتفع مثل الأمواج العالية مغطاة بالأشجار والأعشاب المختلفة. إنها تلال تثير الدهشة بروعتها. غطت العديد منها الأحجار الكلسية البيضاء التي تبدو من بعيد مثل قطعان الأغنام. إنها بادولسكي توفتري في مقاطعة خميلنيتسكي. ولكل واحدة منها تاريخها وسرها. ولكشف هذه الأسرار والصعود إلى 160 قمة في الحديقة الوطنية، توجب على العلماء الغوص في أعماق القرون، ولمشي نحن أيضاً عبر مدونة الحاجز المرجاني القديم، وهذه المرة في نيجن، حيث تصل التلال هنا مباشرة إلى حافة القرية. إذا شغلت خيالك وغصت في الزمن حتى 80 ملايين سنة مضت، ستكون تلال نيجن حافة الشعاب المرجانية الجانبية لبحر السارمات. ينكشف من وراء منظر على البحر المفتوح، والذي كان عمقه وفق أكثر التقديرات تواضعاً قرابة 40 متراً، وامتد حتى الكربات. ارتفعت جبال الكربات في حقبة بحر السارمات، وتراجع البحر ببطء شرقاً نحو شواطئ البحر الأسود الحديث ليتغير على هذا النحو. كان هذا بحر البنتياك الدافئ الذي نمت فيه الكائنات الحية المختلفة بشكل نشيط، وهي من شكل جميع هذه الشعاب. للعثور على تأكيد لهذه الحقيقة لا داعي للذهاب بعيداً. أي حجر مرفوع من هنا يحتوي على مجموعة من البقايا العضوية. لدي حصاة في يدي تحتوي على 1، 2، 3، 4 أصداف متحجرة للرخويات المحارية. برناؤو الشعاب الرئيسيون في الواقع كان هذا بمثابة حوض نمت فيه الرخويات على نطاق واسع وعاشت فيه الأسماك. كانت واحة من الحياة في البحر. كان البحر نفسه غنياً بالأحياء، وتركزت الحياة هنا أكثر بكثير. وهذه كائنات مثيرة أخرى، الطحلب الليفي من الصعب ملاحظته، فهو شبيه بغطاء الطحالب الحديث ولكنه متحجر. هذه مستعمرات كائنات حيوانية مع لطخات نباتية تغطي بقايا الطين على نطاق واسع، وبالتالي تجعلها متماسكة أكثر. هذا الاندماج تحديداً يشكل مثل هذه التلال الصخرية وسط السهوب المحيطة بها. من خلال نموه المستمر ارتفع الحاجز المرجاني عن الأعماق ليعلو عنها ما بين 40 إلى 50 متراً، ويبين هذا بشكل واضح التضاريس الحديثة، ليصبح قعر البحر السابق الآن حقولاً محروثة التي كانت تحيط في وقت من الأوقات بالحافة البحرية. ليبقى رافد دنيستر يذكرنا عن ذاك الوسط المائي العائد لحقبة ما قبل التاريخ. خلفي واحد من أجمل مناظر حديقة بودولسكي توفتري الوطنية المطلة على رافد دنيستر، حيث يلتوي نهر موتريتش حول تلال نيجن، ولقد اضطر للالتواء بشدة نحو الغرب ليتخطى التلال المنيعة. يوجد الآن في وادي النهر سهل ضخم مدرج مستخدم في الزراعة. يبدأ سموتريتش من هذه الأماكن بتشكيل الوادي الصخري الذي يصل إلى أقصى عمق له بالقرب من كامينيتس بودولسكي. نرى هنا فقط البداية، فقط أعالي الصخور السلورية، وعمرها حوالي 3,027 سنة، وهذه نهاية العهد السلوري المتأخر. المكان رائع بشكل لا يصدق. يبدو سموتريتش من أعالي التلة على الخلفية المناظر المتنوعة مثل الثعبان الصغير، ويظهر كل شيء على خلفية المناظر الطبيعية الملحمية أصغر بكثير من الواقع. الحصى العادية تحت الأقدام قد لا تثير أي انتباه، وقيمتها في الترسبات الجيولوجية العائدة للقرون الغابرة، وتدرك قيمتها في المتحف عندما لا يصرفك شيء عن دراستها. هذه المعروضات عثر عليها في منطقة بودولسكي توفتري، وجمع معظمها الباحثون من الحديقة الوطنية. لدى الزوار فرصة للمس الماضي. يمكن أخذ معظم هذه البقايا في اليد وتفحصها والشعور بخشونتها ووزنها. هذا نموذج عن متعددات الخلايا التي كانت موجودة في الحديقة في الغابر. هذه مستعمرات الكائنات التي تعود إلى العهد الفيني، ونشأت هذه المستعمرات حول البحر الفيني ذي المياه الضحلة، وعمر هذه الحيوانات بحدود 600 مليون سنة.
هذه النماذج الأكثر قدما من بين المتعددات الخلايا التي أعرفها. خصوصية متعددات الخلايا هذه هي في إمكانية العثور عليها في الطبقات المماثلة في أستراليا وشمال روسيا وجنوب إفريقيا، وهذا يثبت أن جميع القارات في ذاك الوقت كانت تشكل قارة واحدة، وانتشر هذا الكائن الحي على شواطئها. المعروض المركزي هو من ثلاثية الفصوص، وهو موجود هنا أيضا على شكل نموذج تم إعداده، أي أنه يتيح لزوار المتحف فرصة ليشاهدوا كيف بدأ هذا الحيوان بالفعل وكيف كان عليه النجاة في حال الخطر. ها هو هادئ في وضع منفلش، ولكن فور شعوره بالخطر ينغلق في درعه. كان هذا ضروريا للكائنات الحية كي تنجو من أعدائها. كانت تلتف في كبيبة وتنغمس في الطين لتصبح هذه الفريسة بعيدة عن منال الحيوانات المفترسة. كان نوتيلاس صياد هذه الحيوانات. نرى هنا جزءا من درع هذا الكائن البحري، ونرى الفراغات التي تجمع فيها الغاز وسمح له بتغيير عمقه. وصل طول النوتيلاس إلى حوالي 3 أمتار، وكان من حيوانات العصر السيلوري المفترسة. يمكن أن نقول القرش العملاق في زمنه. لم تكن الأسماك قد سادت في ذاك الوقت في البيئة البحرية، وظهرت الديناصورات بعد حوالي 200 مليون سنة من ذلك، وكان في تلك الحقبة عدد صيادي ثلاثية الفصوص كبير جدا. هناك مفترس آخر اصطاد ثلاثية الفصوص، هو السرطان العقرب. عند كسر الصخور يمكن مشاهدة بقايا هذا الكائن على الجانبين، وبالمناسبة كانت هذه أول الحيوانات التي تمكنت من الخروج إلى البر، وهي من قاطنات البحيرات وشعرت بالراحة على حد سواء في البيئة المائية والبرية. تعج هذه المجموعة ليس فقط بالمكتشفات التي سكنت أعماق البحار في حقبة ما قبل التاريخ، حيث يمكن العثور في أحشاء تلال منطقة بودولسكي على كنوز حقيقية، مثلاً على أحجار العقيق الكريمة التي لا تختلف عن العقيق الأبيض بشيء. بعد انحسار البحر ملأت أجزاء دروع الرخويات المهمشة الشقوق والفراغات، وحصلنا على تشكيل من الكالسيت حصل على اسم شاعري، العقيق الرخامي. ويمكن بقرب البلورات العثور على ما يسمى بزجاج مارينو، وهو من الجبس الصفائحي الشفاف تقريبا، وهي تشكلات نادرة جدا. من الواضح أن أفضل الظروف لتشكل أحجار بودولسكي الكريمة موجودة فيما يسمى بالمغارة البلورية، التي حصلت على هذا الاسم بفضل بلوراتها البراقة. ولكن كيف ظهرت هذه التجاويف والكهوف الكارستية في الصخور الجبسية؟ من الضروري أن نبدأ في البحث أولاً عن مصدر الجبس. ظهر الجبس في بحر التورتون المبكر قبل 17 مليون سنة، عندما انحسرت المياه وتشكلت البحيرات على منح سيفاش في بحر أزوف. بسبب فائض الأملاح فيها بدأ الجبس يستودع مختلطاً مع الطين، فظهر نوع الجبس الأنهيدريت. ومن ثم بعد أن ارتفعت أرض المنطقة وانحسر البحر، بدأت المياه الجوفية تحتها تدريجياً، إذ أن مادة السلفات تذوب في الماء بسهولة.